يحيى، هو في ايه يا يحيى؟ انت كل شويه تنط لي هنا ولا ايه؟ انت مش عايزني اطمن عليك ولا ايه؟ لا عايزك تطمن عليا ولا عايز منك حاجه. اخر مره كنت عندي هنا شفت ان انا بقيت احسن. روح اطمن على اخوك. انا طمنت عليه للاسف، هو صحيا ما بيتحسنش، بس انا حاسس كده انه ندمان على حاجات كتير عملها في حياته. ندمان وهو في الكومه. تخيل، زي ما يكون بيدور على فرصه ثانيه عشان يصلح بيها كل الغلط اللي هو غلطه قبل كده. ده ايه اللي محسسك بكده؟ لا ده موضوع كبير، هبقى احكي لك لما تخرج من هنا. انت مين قال لك ان انا عايز اخرج من هنا اصلا؟ هتخرج، هتخرج وهتشتغل معايا ايد في ايد وكتف بكتف. عايز تقنعني بعد كل المصايب اللي انا عملتها هتثق فيا تاني؟ اذا كان سامح اللي بين الحياه والموت بيدور على فرصه تانيه، مش انت تبقى اولى ولا ايه؟ انت مش خايف مني؟ لا خاف منك ولا تخاف مني، احنا هنبدا من جديد، نقطه ومن اول السطر. العلاقه بينا هتتبني على الثقه مش على الخوف، مفهوم؟